كل اللاعبين اللي كانوا في الطرابلس لعبوا، هاد الشيء تكون عنده نظره اكثر على يعني القائمه اللي راح تكون ان شاء الله في اواخر شهر ماي. ضد كومبيا شفتها، كان فريق يعني جديد، يافي بوكو دو جوار كانوا لاعبين اللي عندهم اول مقابله. نظن باللي كان اختبار ايجابي، ونظن هذا المقابله ضد فريق تونسي اللي نعرفوه باللي فريق قوي، سي اون ايكيب تري تري سوليد، والحمد لله سا سي بيان باسي. لا نظن هذه رانا ندرسوا في الناخب الوطني، يدير برنامج تاعو يعني برنامج تحضير، وبعد يعني نعطوا لكم البرنامج كامل قبل، ممكن نظن باللي تكون فيه 2 أو 3 مقابلات ان شاء الله قبل كاس افريقيا.